حياكم. متواجدين أمام جناح دولة قدمت للعالم عشرات الاختراعات في دورات إكسبو الدولية على مدى قرن ونصف من الزمان، منها الكهرباء والتلفزيون والتليفون وغيرها الكثير من الاختراعات. نتعرف على جناح الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الفرص بمعرض إكسبو 2020، ونتعرف أكثر على تاريخ نسخ إكسبو التي استضافتها. في عام 1876 بفيلادلفيا أقيم المعرض المئوي، وعرض خلاله ألكسندر غراهام بيل أول هاتف في العالم، وظهرت كذلك بعض الأطعمة كالفوشار والكاتشب. وفي عام 1893 بشيكاغو أقيم المعرض العالمي، وظهرت فيه عجلة فيريس العملاقة. وفي عام 1904 بسان لويس أقيم معرض شراء لويزيانا، وعرضت خلاله السيارات والتقنيات اللاسلكية وفن الطيران. وفي عام 1939 بنيويورك أقيم معرض نيويورك الدولي، وقد شهد ولادة البث التلفزيوني ليراه العامة لأول مرة. وفي عام 1962 في سياتل كان معرض القرن الحادي والعشرين، وظهر فيه برج إبرة الفضاء التاريخي وأولى نسخ الحاسوب وأول جهاز للتعرف على الصوت. The Ark of World Expos mostly was Europe and America for almost 150 years. Yes, there were a few in other places, but you're talking London, New York, Chicago, and especially Paris. Now it's changed. Now it's in Shanghai. Now it's in Kazakhstan. Now it's in the Middle East. And what does that tell you? It tells you that the year's not regions to be ignored anymore. These are regions that are coming to prominence. يدعوكم الجناح الأمريكي في الإمارات لمشاهدة أهم الاختراعات اللي خدمت وأثرت في حياة البشرية. ومن قلب العالم إلى كل العالم، حياكم في إكسبو 2020.